اليوم تعرفنا على راما بنتك دانا بدبي، قلنا زين بعدها بالبروفي. نعم. ولا حدا في حدا بشخصيته بيشبهك بالكاركتير؟ الكبيرة بتصور دانا. دانا عتيلة هم مثلي. الباقيين كل واحد عنده كاركتير مختلف. راما يمكن أكثر لبيا. زين يعني ماشي فينومين لوحده، هديك عم تربى لوحده. ايه بس كل واحد كل ولد عنده شخصيته. يعني ما بحبوا الشأن العام ابدا ولا فكروا، يعني ما فكروا، كل واحد عنده their own interest. دانا عم تشتغل اكثر ماركتينج كونسلتنسي، راما سايكولوجي، ولنشوف الصغيره هلا شو حتعمل. اذا بدك تعطي علامه لحالك على 10 كأم، قد ايه بتعطي حالك؟ اوه صعب، هيدا سؤال صعب. سبعة؟ لأنه ما كنت طعميهم بركة. شو علاقتك مع الطبخ؟ كتير عاطلة. ما بتطبخي؟ كتير عاطلة. ولا طبخك مش طيب يعني جربتي وما ظبطت ولا ما عندك بجرب. أو بعد حياتي كان عندي حدا يساعدني جربت بس ما مش موهوبة. سبحان الله ماني موهوبة بالطبخ، ما عندي هيك. شو الأكل اللي بتعرفي تعمليها يعني هيدي؟ بقلي. بتقلي اوكي، بيض بطاطا سلطة هيك اشياء، بس انه اقعد احشي ولف وكذا نو ما بعرف، وما عندي النفس وما بيطلع طيب. حاولت كثير كثير بس ما اوكي مش ما يعني فيك عندي شغله يعني انه بترجوني بليز ما تعملينا بليز ما تطبخي ما تحاولي.